اذا نحن متنا بالطيران او القصف اللي صار عندنا قناعه ندفن ببلدنا، لا نشرشط هيك. وشفت هلا انت السيارات كيف عم بيحملوهم بيحطوا جثث، وما بعرف يعني ممكن بيقولوا انه النفس الاخير، يمكن الله اعلم. سوريا باللي خطرة كثير يعني اللي بتخوف يعني. هلا نحن هلا تطلع طيارة، انا شاب واقف قدامك، انا بخاف من الطيارة يعني، صار عندي فوبيا يعني. الشيء اللي شفناه قدامنا او الشيء اللي حضرناه تحت كمان، انت بدك تقولي طالعين من الموت، هلا حضرنا الموت الثاني، الله اعلم شو بصير لقدام. فنحن يعني اول هزة ارضية طلعنا مباشر، اول الهزة نحن عم نحس فيها، الهزة الثانية هي عم تيجي، نحن عم نشوف البنايات كيف عم تقع. الحمد لله نحن طلعنا البيت يعني، الهزة الثالثة كان فيرط قدامنا، نحن عم نتفرج عليه كيف عم ينزل. فنحن هون شفنا الخيام قدامنا عم تنتصب وعم يبكوا فيها الأتراك يعني. نحن طلعنا عطاء اللبس اللي لابسينه، فنحن نطلب انه بدنا خيمة، نحن بدنا خيمة، ما بدنا أكثر من خيمة، خيمة بس انه تحت المطر تحت التلج اللي صار على البرد والشتاء، انه بس كرمال الاولاد انه يتدفى. فما حدا استجاب لنا اي شيء. فنحن هون يعني تحت البرد يعني، لا في خيمه ولا في اي شيء، نحن قررنا نرجع لسوريا. قصف بيتنا نحن كنا موجودين فيه وأنا وعائلتي 2016 بشهر التاسع، اليوم 29، هذا اليوم ما بننساه نحن. طبعا نحن كنا موجودين 6 أشخاص، أبي وأمي وأربع أخوات يعني، حي نحن مدني، لا لنا علاقة لا بأي جهة يعني مسلحة أو متطرفة أو أي شيء يعني. الصاروخ نزل على بيتنا، نحن صرنا تحت الحجر، أهلي كلها تصوبوا، أنا تصوبت في ظهري وتصوبت في راسي، لهلا في شظايا في راسي وحتى هون بعيني وحتى هون كمان الشطب مبين كلياته، انا بظهري في 37 شظي. فنحن هون اضطرينا نحن راه بيتنا، ونحن يعني من عائله وسطيه يعني، اليوم اشتغلنا اكلنا، ما اشتغلنا ما اكلنا، فاضطرينا انه ندين من خلقنا وعالمنا وقرايبنا يعني. فنحن لجأنا الطريقه الغير شرعيه، هي طريقه التهريب الدخول الى تركيا. اشتغلنا على حالنا، كان امي كانت تشتغل صوف يدوي قبل الزلزال يعني، اول ما دخلنا تركيا صارت تساعدنا. ابي كان يشتغل بحواش الزيتون، يشتغل بمواسم العنب، اخي كذلك الامر صار يشتغل بعد المدرسه يشتغل بفرن، انه كرمال انه نساعد بعضنا يعني كلياتنا، اذا ما اشتغلنا ما رح نعيش. نحن ما عم نرقد، المصاد بتروم بتجي مثلا او الرزق بيروح بيجي، ولكن نحن من الامان، من الراحه النفسيه، بدنا انه بس الدفى، انه بتحطي راسك على المخده بتعرفي حالك انه نايمه انه مرتاحه الحمد لله.